مرحبا ملايين. يقول الشاعر أحمد بن عبود الفلاسي: ولا أنا لا شك نجار، أدلج ومرة أضرب جدوم. في رمستنا وفي عدد من اللهجات العربية يطلق اسم الجدوم على فأس من الحديد لقطع الخشب، وقد يستخدم في الحفر البسيط أيضا، وعند بعضهم الجدوم هو الفأس اللي يستخدم لحفر الأرض. والجدوم أيضا آلة من آلات صناعة السفن، ولها رأس حديدي وتستخدم لتمليس الخشب. فهل للكلمة أصل فصيح في اللغة بهذا المعنى؟ هي كذلك، في لسان العرب وعدد من المعاجم يقال أرض معزوقة إذا شققتها بفأس أو غيره، ويقال لتلك الأداة التي تشق بها الأرض معزقة ومعزق، وهي كالقدوم وأكبر منها. والقدوم آلة النجار بالتخفيف والتشديد، قدوم وقدوم.